ها هم خدموا العترة الطاهرة، يرتحلون بين أقطار الأرض لخدمة العشاق والمحبين في أيام عزائهم لذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. من أرض الجوادين إلى أرض بصرة الفيحاء، لبيك يا مسموم. لموسى قد أتوا من كل فج، عميق الوصل ينحته الوصال، أمير والملوك إليه ذلت وما زالت تشد له الرحال. من أرض موسى والجواد إلى أرض بصرة الفيحاء، لبيك يا مسموم. والآن ترفع راية العز والشموخ، راية سيد الكاظم وحفيده جواد الأئمة عليهما السلام في محافظة البصرة الفيحاء، مدينة الكرم والعطاء، إيذاناً ببدء مسيرة العشق والخلود، مسيرة المعزين إلى مدينة الكاظمية المقدسة، حيث المشهد الكاظمي الشريف.